يا مرحبا يا دعاء حصة، أرحب فيكم وأرحب ضيوفكم الكرام وأرحب مشاهدينا الكرام. وأنا موجود في فعالية الشقب، والشقب صراحة يعني معروفة بخيولها، خيول الجمال اللي منها العديد ومروان الشقب، وبنتعرف على الفعاليات اللي موجودة في فعاليات الشقب. ومعي أحد المسؤولين وبيعرفنا على الفعاليات. في البداية تعرفنا باسمك. عبد الرحمن على خيرين. ونعم يا عبد الرحمن، لو تعرفنا بالفعاليات اللي تقدمونها للزوار وللمدارس في الفترة الصباحية. أول شيء احنا نشكركم طبعا على الجهود اللي مبذولة من قناة الريان، هذا أول شيء. بالنسبة للفعاليات اللي عندنا أو الأنشطة اللي عندنا، احنا عندنا مسابقة تسريج اللي هي الأهم في الفعالية كلها، عليها جوائز قيمة توصل ل 250 ألف. عندنا اللي هي الخيل البوني، التسلية للأطفال ودعوة مفتوحة لجميع الجماهير. عندنا المسير المسائي اللي هو 7:30 اليومي، هذا بيكون فيه سيارات كلاسيكية، فيه هجن طبعا مع الخيل. مثل أنا ما شفت في الخيام داخل عندكم أصور للخيول، وعندكم مكان خاص بالأطفال صحيح؟ صحيح، عندنا هي مثل تسلية للأطفال، فيها رسم لمجسمات الخيل، كيف الألوان تتناسق معها على حسب الألوان اللي يشوفونها في الملاعب عندنا. ولو تعرف يعني مشاهدين الكرام والزوار على الاستديو اللي داخل، يمكن ما حد يدريبه ولا حد يعرفه. هو فكرة الاستديو هي عبارة عن صورة للمنصة الرئيسية عندنا في الشقب. طبعا شخص لما يصور الصورة تطلع كأنه موجود عندنا في الشقب، لكن هو موجود في درب الساعي. الله يعطيكم العافية. والفعاليات متى تبتدي عندكم؟ احنا عندنا اليوم تبدأ فعالية تسريج اللي هي الساعة 4 بتكون إن شاء الله المساء، هذه أول يوم فيها إن شاء الله. الله يوفقكم. وشلون تشوف الإقبال يعني عليكم كفعالية الشقب؟ والله إقبال كبير صراحة، مش لنا احنا نفسنا لكن لدرب الساعي كله. الله يوفقكم إن شاء الله. مثل ما تعرفنا مشاهدينا الكرام على تفاصيل فعالية الشقب والخيول اللي موجودة فيه، منها مثل ما تشوفون وراي هذه خيول جمال اللي هي من ناس العديد ومروان الشقب، وتعرفنا على الفعاليات أو المنافسات اللي تكون في منافسات الشقب. وهذا كل اللي عندي، وأرجع لكم استديو.